وزير الداخلية ندرس بناء علاقات مع الأسد على المستوى الأوروبي النمسا تبحث سبل مواجهة حظر محركات الاحتراق أوروبيا ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 351 ألف شخص خبراء الطقس يحذرون من فيضان نهر الدانوب بسبب الأمطار دراسة أوكسيد تكشف كلفة خروج النمسا من الاتحاد الأوروبي غرفة العمل تثبت أن المواد الغذائية في النمسا أغلى من ألمانيا بـ 24% مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر أن مسؤولين أوروبيين أبدوا تأييدهم لإعادة المهاجرين إلى سوريا بينما تعارضه دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا وزعم كارنر ان مؤيدي اعاده المهاجرين يستندون الى ان الكثير منهم ياتون من مخيمات في تركيا او لبنان وليس من سوريا مباشره، مما لا يشكل اساسا لطلب اللجوء حسب زعمه، وبين ان هذا النهج يواجه عقبات قانونيه واخلاقيه نظرا لضروره التعاون مع نظام الاسد الخاضع لعقوبات دوليه، خاصه ان كان اعاده المهاجرين او ان كانت اعاده المهاجرين تستحق مخاطر شرعنه حكم الاسد. ناقش المستشار النمساوي كارنيهما وممثلون من السياسة والعلم والاقتصاد استراتيجيات مواجهة قرار حظر محركات الاحتراق في صناعة السيارات وأعرب أن يهم أن النمسا بلد السيارات ويحتاج إلى إلغاء حظر محركات الاحتراق مشددا على أهمية التقدم التكنولوجي بدلا من الحظر ويدعم وزير الاقتصاد النمساوي مارتن كوخر وحاكم ولاية شتاير كريستوفر دريكسلر الانفتاح التكنولوجي لتحقيق حمايه فعاله للمناخ مع تاكيد دريكسلر على ان التقدم التكنولوجي يجب ان يحل محل الايديولوجيه الجامده ارتفع عدد العاطلين والمشاركين في برامج ام اس بنسبه 9.5% مقارنه بمايو الماضي وبلغ معدل البطاله 6.4% وبلغ عدد المسجلين لدى خدمة التوظيف النمساويه ا ام اس كعاطلين عن العمل او في برامج تدريبيه اكثر من 351 الف شخص في مايو ويظهر هذا الرقم استمرار تاثير ضعف الاقتصاد على سوق العمل وقال وزير العمل مارتن كوخر معدل البطاله الحالي اقل من متوسط 7.2% المسجل بين 2008 و2023 وأضاف أن تعزيز التعليم والتدريب للأفراد ذوي التعليم المنخفض يعد هدفا مهما لتحسين فرصهم في السوق. توقع خبراء المياه في النمسا ارتفاع منسوب نهر الدانوب بسبب الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع تجاوز حدود التحذير من الفيضانات يوم الاثنين. ويرجع ذلك إلى كميات المياه الكبيرة في نهر الدانوب البافاري والأمطار الجديدة التي ترفع منسوب نهر ان في بافاريا وتتوقع خدمه الهيدروغرافيا ذروه الفيضان يوم الثلاثاء مع تراجع للوضع بحلول الاربعاء ومن المتوقع موجه ثانيه مماثله خلال الايام المقبله دون اضرار كبيره. اظهرت دراسه اجراها معهد ابحاث الاقتصاد فيفو ان خروج النمسا من الاتحاد الاوروبي سيكون له تكلفه باهظه وأظهرت الدراسة أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للنمسا سينخفض بمتوسط 35 مليار يورو سنويا. تتراوح السيناريوهات المحسوبة من انخفاض بنسبة 5.3% إلى 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة للأفراد، قد تصل الخسارة إلى 3,860 يورو لكل شخص. وتوقعت الدراسة أن خسائر أوكزيت المفاجئ ستكون مضاعفة على المدى القصير، حيث تدفع النمسا حوالي 3 إلى 4 مليارات يورو سنويا، مع عودة حوالي 2.3 مليار يورو في المتوسط للزراعة والبحث. أظهرت دراسة أجرتها غرفة العمل أن أسعار بعض المنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية في النمسا أغلى بكثير مقارنة بألمانيا بنسبة تصل إلى 24% في المتوسط. وقارنت غرفة العمل ثلاثة بائعين نمساويين باثنين ألمانيين، ووجدت أن 43 من أصل 48 منتجاً كانت أغلى في النمسا، وكانت تكلفة المنتجات في النمسا 212 يورو في المتوسط مقارنة ب 171 يورو في ألمانيا، وأشارت الغرفة إلى أن زيادة الأسعار في النمسا حقيقة حقيقة مؤكدة حيث تمثل بعض المنتجات فرقاً أو فروقا كبيرة وطالبت بمزيد من الشفافية ومراقبة الأسعار المستمرة كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغراث على هواتفكم كنت معكم أنا قتيبة اللحام أمسية سعيدة وإلى اللقاء